قناة الزواب الزراعية مرشدك لزراعة أفضل، اشترك ليصلك كل جديد. ورحمة الله وبركاته. حبيت أوري حضراتكم النهاردة شكل العقد تحت البتلات في العنب. حضراتكم ملاحظين البتلات مشجعة كده ومفيش أصلا تزهير، قليل خالص على العنقود، وده نتيجة الظروف الجوية الغير مناسبة من البرودة اللي حصلت في الأسبوعين اللي فاتوا. فلازم الناس تاخد بالها ان فجأة هيحصل عندك عقد، ونتيجة ان التزهير مش هيظهر برضو زي ما قلنا بسبب البرودة اللي فاتت. فلازم الناس تاخد بالها وتعمل حسابها ان فجأة هتلاقي عندك عقد في الارض بتاعتك، فلازم انت تتابعها باستمرار. طبعا دي حالة بتحصل بس مش كتير، يعني نادرة لما تحصل. ودي برضو ونتيجة البرد ده هيحصل في تعدد للأجيال، فالناس برضو لازم تاخد بالها من عشان رش الخف ودورات الفطري والحشري اللي هترشها حضرتك. حبيت ألفت انتباه حضراتكم للملحوظة ديت، وإن شاء الله موسم موفق إن شاء الله. تابعونا قناة الزواب الزراعية مرشدك لزراعة أفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الزواب الزراعية مرشدك لزراعة أفضل، اشترك ليصلك كل جديد.